وحنا كنتكرفصوا هنا في هذا السوق هذا. ولكن ما يمكنش تدوز خوك الدرويش هذا الوقت، راه الدرويش اللي كيحس بالدرويش. هاد الناس اخويا السلعه غاليه علينا، والبيع شرا عندنا ناقص وما كاينش البيع، وهادشي ما مجهزينوش لنا، والناس اللي مسؤولين خويا حنا مضرورين، مضرورين من ناحيه ما كاين لا نقا ولا حتى شي حاجه، ما كاين لا نقا ولا حتى شي حاجه، وحنا كنتكرفصوا هنا في هذا السوق هذا. علاش الناس اللي مسؤولين ما كاينينش؟ علاش ما نشوف السقف الوضعيه ديالو كي دايره، شوف الارض كي دايره، الحاله يعني حنا لا يرثى لها. الدجاج كان 17 درهم، ما بين 17 و 19، بالنسبه للاقبال ديالو ضعيف بزاف، وانما نسال الله العلي القدير العافيه. القدره الشرائيه ديال الناس قليله بزاف، لا بالنسبه للاثمنه لا للدجاج ولا الخضره ولا جميع الحاجه اللي هي الناس، الاسعار غلات علينا احنا جميعا. بالنسبه لهذ الاسعار هذه وهذا الغلاء هذا اللي دار، هذا ماشي دار، انما شي مفروض وهذا الشيء كان ولكن ما عشناش احنا من قبل، واخا عشنا كيكون شويه ارتفاع وكيعاود انخفاض، وكيكون بنادم على حسب الشتوى وسميشه. مو دابا هاد الاسعار وهاد الوقت اللي كنشوفوا هادشي راه تغير بزاف، واش يتزاد على الدرويش بزاف، وبالنسبه للفقير ما بقاش يعيش بصفه نهائيه في هاد الدوله هادي اللي كنقولوا حنا نموتوا على الارض ديالنا ونديروا بزاف على الارض ديالنا. فعلا الله ينصر مالكنا، والارض ديالنا هي ارضنا وجدودنا وعشنا وسميتو، لكن دابا بنادم ما بقاش باغي يجلس حتى هنايا، ولو الشباب مساكن غير كيقراو ويسالي وبغاو يحرقوا الاساس الاحلام ديالهم يحرقوا، واش غيخلي بلاده هو يمشي لبلاد اخرى حيت ما لقاش فيها داك الشيء اللي بغى؟ ودابا الزياده اللي هاد الزياده اللي زايدين، ما فكروش الناس اللي كارين مساكن، ما فكروش الناس اللي عندهم وليدات، الصالير ما كاينش، لا زادوا في الدول الاخرى، بغينا نتعاندوا مع دول اخرى، يعني خاص حتى حنا نكونوا بحال دوك الدول، الا زدنا على عباد الله خصنا نزيدوا لهم عاوتاني في الخلصه، واحد كيشد 20,000 ريال، عباد الله واش 20,000 ريال داخل عليك بالله 20,000 ريال كيجيبها السوق كتسالي له في نهار، واش غايدير في الشهر؟ وكيوكل هاد الوليدات، مول الحانوت كيسال، مول الفرماسيان كيسال، واخا يشد نديروا له حنا 100,000 ريال، كاري ب 40,000 ريال راه ما بقى له حتى ريال. اللي كريب عيب 20,000 ريال ما عندوش الحياه، ما عندوش سميتها. والله يجازيكم بخير، والله الله يجعل سيدي ربي يدير شي تاويل ديال الخير، وربي الحمد لله داير تاويل الخير، الخير ديال سيدي ربي ما عمره كينقطع، ما عمره كيسالي، عطينا الشتا، عطينا الخيرات، عطينا الشميشه، عطينا الصحيحه، عطينا، ولكن الله يهدينا، الله يهدينا على بعضياتنا.